السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة المحمدية بالقرب من الملعب نتاع اتحاد الحراش، وسوف نوافيكم بالجديد نتاع التهيئة نتاع الضفاف نتاع واد الحراش، وكذلك المحول قرب الجسر نتاع الحراش او الجسر نتاع الجامع الجديد الذي تم افتتاحه. اذا نمشي ونشوف هنا، نشوف لاحظ فيه تهيئة نتاع الطريق هذا. اذا تم افتتاحه بمناسبة الافتتاح تاع الجامع نتاع الجزائر. اذا نلاحظ انه في الطريق هذا تم التهيئة نتاعو هنايا على طول ضفاف نتاع واد الحراش الى حدود الجسر الجديد. وهنا الطريق كما نلاحظ يدينا حتى طريق السيار. اذا هذه فتحة جديدة نتاع طريق السيار. اذا نعاود نرجع ونروح فوق الجسر الجديد هذا اللي يدي لشارع طرابلس. اذا نروح في الطريق هذاك إذن هذا هو الشيء الجميل، أنه الجسر هذا تم افتتاحه. وهنا نلاحظ أنه فيه ماركن للسيارات، هذا ماركن جديد إضافي، حاجة مليحة. الجسر هذا تم افتتاحه بعد حوالي سنتين او ثلاث سنوات تاع اشغال. يتم افتتاح الجسر تاع الحراش او جسر جامع الجزائر اللي يربط الجامع تاع الجزائر بالمقر الجديد تاع وزارة الشؤون الدينية على مستوى شارع طرابلس. كما نلاحظ الجسر هذا يعني واسع مليح ما شاء الله، وفي رصيف للمشاة على الجهة اليسرى. إذن هذا هو الجسر اللي يبلغ حوالي 800 أو 900 متر. وهنا رانا القرب من الوزارة تاع الشؤون الدينية. نوصل للوزارة ونعاود نرجع. إذن هذه هي هنايا الوزارة تاع الشؤون الدينية. نلاحظ وزارة شؤون دينية وكذلك جامع خروبة أو جامعة خروبة.
ذهن تم خلق هنايا محول نشوف التهيئة حول الجسر. في محول ثاني يتم توسيعة يعني الطرقات هنايا. نترككم إذن في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.